الاتحادية بصرف مستحقاتهم المالية بعد تسويقهم محصولي الحنطة والشعير. مدير سيلو كركوك أكد من جانبه أن محافظة كركوك غير معنية بصرف مستحقات الفلاحين، كون الحكومة الاتحادية هي المعنية بذلك، وأن المبالغ المستحقة للفلاحين لم تصل بعد لغاية الآن. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. طالب عدد من فلاحي محافظة كركوك ضرورة الإسراء بصرف مستحقاتهم المتراكمة بذمة الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بعد تسويقهم من إنتاجهم لمحصولي الحنطة والشعير. جاء ذلك خلال تظاهرات لهم أمام سايلو كركوك. نطالب الجهات المعنية بتسديد المبالغ الفلاحين لأنه ما بقى قوت يومهم، والديون متراكمة ويعانون من كل الخدمات، وهذا يجي الحصاد الثاني. هم يجب عليهم القائمين على هذه العمل دعم الفلاحين، دعم المنتج المحلي. احنا من شهر السادس مسوقين الحنطة، وهسه احنا بشهر الثاني فلوسنا ما منطين. نروح للشعبة الزراعية نجدد عقد، يحجزون خطة مالنا اللي تدفع فلوس العقد بالشعبة الزراعية، تدفع فلوس العقد بتروح تداين تبيع سيارتك، تدفع فلوس عقد الايجار ويا الحكومه، ياخذون فلوس من عنده، تجي للسائل فلوس مالك الحنطه منطيهم مال سنه، لحد الان فلوسنا ما منطينا. احنا فلاليح من شهر السادس مسلمين حنطه للدوله للسائلو، ولحد الان ما مستلمين فلوس. كل واحد مطلوب 10 ملايين، 15 مليون، 20 مليون مال بذور، مال سماد، مال مبيدات، مال تراكتر، مال دراسه. هسه ابو الدراسه يجي علينا، ابو الدراسه يجي علينا يا باريت فلوسي والله ما ماخذين فلوس، ونجي على السائل والله ماكو فلوس، ماكو ميزانيه. مدير سايلو كركوك اوضح بان محافظه كركوك ليست معنيه بالامر، كون المبالغ تصرف من وزاره الماليه الاتحاديه في بغداد، وهي لم تصل باكملها لغايه الان. المشكله الموجوده في عدم ارسال الاموال الى محافظه كركوك لغرض توزيع على الفلاحين لتسديد مستحقاتهم من جراء تسويق محصولهم الى سايلو كركوك، ليس له اي علاقه بسايلو كركوك. نحن اي مبلغ يرد الينا نوزعه على الفلاحين. لحد الان نحن استلمنا 59 مليار و 432 مليون دينار عراقي، نحن نحتاج إلى 96 مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات بقية الفلاحين، لذا نطالب وزارة المالية بالإسراع بإرسال بقية الأموال. صرف مستحقات الفلاحين من قبل الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية يسهم في تنشيط الواقع الزراعي. يشار خالد، فضائية كركوك. زار وفد مشترك من لجنتي حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل والأمن والسلام